بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادة تعليم ميديا خط كورس الخط العربي كورس هذا خط كعربي سيدو قفك كورس عربي كوبرانايا تعليم أونلاين كسو دوادة كورس هذا خط كعربي كورس الخط العربي قفك سدح بيل أيو ديغانايا كورس هذا واربحينتا خطوط صوص عضانة وكغفة إذي سنة يا سدح بيل خط النسخ خط لده خط الرقعة خط كلاده الخط الديواني الخط الفارسي خطوط عربية أيو سدح هذا بيل قفك كغفة إذي سنة يا شروطها أرضيها قفك كبيراي شروط أيو ليه إن أي كجو أنتهي شردي كوبات إن أي كجو أنتهي وحبر الشدة لمبر كلابات إن هو يحي قف وهو جان سماه شروط إيقاب كوه حلو جديد وإن هو ديار هو يحي قرش كأم فيجا كبحايو وإن هو هايستو موبايل وين أو واتس أب له إنت أسوح على جرب على شروط أرضي جواك شردي كوبات وحواي قف قال إنه يه قف اسك حيس حيس على مرمو قف كده حيس حيس يحي وح ببرنا وح كم فائدة سنكرم إن هو يحي قف هو جان سماه شروط إيه لوائح ذا لو قط على جرب وإن هو ديار هو يحي قرشها قرش كوح وكبر معي مدة كلا وقدم بيسنة وإنه هاي استم موبايل وين قاب كوح لغبر معي قاب كوح برش هذا مركو إسقراء وحال لجود دريا جروب أيو كبير يا قفكم كوا إسقراء كتب تكار صدا أيا لا صد دريا قفكاس عشرة ذا مركو أصدعه وإن هو كقراء بوك عشرة مركو سوق وإنه تمرين كي إكسايسيز سمايا خطك لمبر كشنات شن مال مود أيا عشرة لقادنايا marka afartan shardi afartan arin ayuu ku soconaya qofka cashirka markii loo soo diray kadib waxaa laga rabaa in horta group ayaa lagu daraya qofka groupka markii lagu daro koorsadaas oo dhiganaaya khadka kitaabkiisa waa inuu haysto oo soo daabacdo gacanta ku haye mid kale cashirada markay u soo dhacaan in cashirkaas uu ka faa'iideysto waxa lagu daraya ma tamriin badan oo sameeyna uu qoraya macalinka uu soo diraya soo sawirka qaaday shan maalmood ayay waxbarashada ku soconaya qofka muxuu ka faa'iideeyaa marka faa'iidooyinka uu ka helaayo waxbarashada wuxuu helayaa waxbarasho fudud oo meel kasto ku baranayo shahaado ku tusinayso in uu wax bartay waxaas qofka sidoo noo lagu soo xiriiro website-ka taaliim.com youtube-ka taaliim media gmail-ka taaliim1@gmail.com alcaamir waa escape-ka laba shan afar furaha waay balaas laba shan afar todobo hal lix shan saddex saddex todobo eber hal warbixintii koobnayn intaasay ku eg tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi